عليكم، صباحكم خير جميعا. هنبتدي نكمل الكورس بتاعنا في السيكس سيجما ميثودولوجي. احنا وقفنا امبارح على عند موضوع اعداد الفريق، ولابد من اعداد فريق عشان نبتدي نعمل الانشاء للمشروع. خدنا احنا امبارح اعداد بيان المهمة، افكر حضراتكم بيها. وقلنا ان بيان المهمه هو تعليمات الفريق لمعالجه مشروع الجوده، وقلنا ان بيان المهمه بيصف حاجتين، بيصف المشكله التي يجب حلها والهدف من المشروع، وقلنا خطوات اعداد بيان المهمه. واحد، ترتيب المشكله، عاليه ومنخفضه ومتوسطه، وفهم المجالات التي ستؤثر هي المشكلة، ومعرفة الموارد المتاحة. نخش على النقطة الثانية اللي هي إعداد الفريق في إنشاء المشروع. إعداد الفريق، أول نقطة عندي، يجب أن يتنوع اختيار أعضاء الفريق من أقسام مختلفة. زي ما اتكلمنا في الموضوع ده في بداية الكورس، قلنا أنا لما باجي أكري التيم باخد من كل قسم واحد أو اتنين، بحيث ان انا اعمل بخلق تيم بيكون فاهم في كل المجالات الموجوده، سواء كانت اداريه او هندسيه او ايا كانت. وببتدي اعمل التيم واخليه متنوع في المجالات. يعني لو انا عايز حاجه في الحسابات، هسال الرجل المختص بالحسابات واقول له المعلومه اللي انا محتاجها. إذا كنت محتاج حاجة تكنيكال، فأنا هسأل واحد في الإنتاج أو الجودة أو المكتب الفني أو أيا كان قسمه في التكنيكال، بحيث إن أنا ألم داتا وألم معلومات من كل قسم عشان لما أجي أعمل موضوع التطوير أو أعمل المشروع التطوير بتاعي يبقى كل المعلومات اللي عندي كافية، وأقدر يعني إيه أدخلها أو أقدر أدرسها بواسطة التيم اللي أنا اخترته ده. يبقى أول نقطة عندي في إعداد الفريق التنوع في إعداد اختيار أعضاء الفريق من أقسام مختلفة. تاني حاجة، بتنوع في الكفاءات والخبرات. يعني ما أجي أختار التيم بختار اللي هي الكفاءات واللي خبراتهم عالية واللي كفاءاتهم عالية، ما أجيش أختار حد ما يكونش مثلا كفء او خبره او مش خبره، لان ممكن يديني داتا مش صحيحه. فانا لما باجي بخلق تيم بختار دايما الناس اللي هي كفء وذو خبره، وطبعا الناس دي عشان تساعدني في المهمه اللي انا بقوم بيها. ونبتدي نعمل تنوع في الافكار والحلول المقترحه. ده بالنسبة لإيه؟ لإعداد الفريق. نتكلم عليه تاني بسرعة كده عشان برضو إيه الموضوع بتاعنا النهاردة. هنبتدي بقى نخش في السايبوك النهاردة. السايبوك دايجرام أهم شيء في البروجكت. أي بروجكت في الدنيا بيبقى أول حاجة فيه انيشال اسيسمنت، بتعرف السيجما ليفل بتاعتك إيه. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية السايبوك دايجرام، انما النظري ده كله احنا بندرسه ليه؟ عشان بيتطبق بس، انما ايه يعني مش مهم قوي في البروجكت بتاعنا، او مش مهم بقى في الشغل العملي. فقلنا اعداد فريق، يبقى التنوع في اختيار اعضاء الفريق من اقسام مختلفه، تنوع الكفاءات والخبرات، تنوع ايه الافكار والحلول المقترحه. طيب النقطه الثالثه في انشاء مشروع، التحقق من فهم المهمه. يعني ايه؟ يعني يجب أن أتأكد من حاجتين، إن بيان المهمة شامل لجميع النقط، والنقطة الثانية الأعضاء اللي معايا أو التيم اللي معايا اللي أنا كريته بيكون فاهم في تفاصيل المهمة. نقول تاني، يبقى أنا يجب أن أتحقق من فهم المهمة إزاي؟ عن طريق حاجتين، التأكد من بيان المهمة يبقى شامل كل النقط اللي انا عايز احطها في المهمه تكون مكتوبه في بيان،
دي النقطة الأولى. يبقى التأكد من بيان المهمة شامل لجميع النقاط. النقطة الثانية، علم ودراية أعضاء الفريق من تفاصيل المهمة. أنا عايز أتأكد إن الناس اللي معايا فاهمة هي هتعمل إيه أو إيه الداتا اللي هتجيبها. فأنا لازم أتأكد من النقطة دي، اللي أعضاء الفريق اللي هيساعدني في مهمتي بيكون على علم ودراية بتفاصيل المهمة. طبعا عشان اتحقق من كده لازم طبعا اقعد معاهم واعمل معاهم ميتنج ونتكلم واتاكد من الشخص اللي انا جبته مثلا من القسم دوت ومن القسم دوت ومن القسم ده، اتاكد تماما ان التيم اللي معايا على علم وعلى درايه بالتفاصيل. يبقى كده انا اتاكدت من حاجتين، ان بيان المهمه شامل لكل النقط، والفريق اللي معايا على علم ودرايه بالتفاصيل المهمه. النقطه الثانيه، عشان احل اي مشكله في تارجت. انا بحل المشكله ليه؟ عشان احقق هدف. طب عشان احقق الهدف بتاعي لابد من معادله صغيره كده هنكتبها، هي معادله كلاميه مش معادله حسابيه. عشان نحقق الهدف بيكون اول نقطه انجاز الهدف بلس تحقيق القيمة بلس التسليم في الموعد المحدد. يعني ايه الكلام دوت؟ يبقى عشان حل المشكلة بتاعتي بتعني تحقيق الهدف. عشان احل المشكلة في الاخر بتحقق هدف. طب الهدف هو ايه؟ ايه هو هدفي؟ عشان افهم المهمة دي انجز الهدف احقق القيمة بتاعتي. طبعا عشان احقق القيمة مش كلامه بس، يعني يبقى بفعل بلس اللي انا اسلم المهمه بتاعتي في الميعاد اللي انا محدده للفريق. اهو يبقى حل المشكله يعني تحقيق الهدف، وهو انجاز الهدف وتحقيق القيمه والتسليم في الموعد المحدد. يبقى انا كده لميت كل ايه؟ انشاء ايه؟ المشروع. نبتدي نخش على ميثاق المشروع. ميثاق المشروع اللي هو البروجكت تشارت. طبعا انا بعد ما كريت التيم وعملت بيان المهمه وانشات المشروع وظبطت كل حاجه خلاص بقى، وجبت المعلومات لميتها وعرفنا نلم المعلومات ازاي ومصادر المعلومات بتاعتي هتبقى منين وعشان احقق الهدف بتاعي ازاي، ببتدي اعمل ايه؟ البروجكت شارتر. البروجكت شارتر ده حاجة مهمة جدا جدا في أي مشروع. أنا داخل على مشروع تطوير في مكان ما، أول حاجة بعمل الانيشال اسيسمنت وأشوف المكان دوت شغال إزاي والسيجما ليفل بتاعته قد إيه. بعد كده ببتدي أخش أكاري التيم وأقعد مع التيم وأعمل بيان للمهمة بتاعتي وأحدد التارجت من المهمة وألم كل المعلومات اللي انا محتاجها. بعد ما بخلص الحاجات دي كلها ببتدي اعمل البروجكت شارتر. ايه هو البروجكت شارتر؟ طبعا كل الناس عارفه البروجكت شارتر بيبقى العقد، هو العقد بتاع المشروع اللي كل الناس بتلجأ له فايا كان ايا كان شغلته بيلجأوا للبروجكت شارتر. طب ندي تعريف للبروجكت شارتر، كل الناس تكتبه معايا. هنقول ميثاق المشروع هو بيان لنطاق، يبقى هو بيان لنطاق وأهداف المشاركين في المشروع. هو بيان لنطاق وأهداف المشاركين في المشروع، وهو بمثابة مرجعية، وهو بمثابة مرجعية للإدارة العليا من أجل مستقبل هذا المشروع. يبقى نقول التعريف تاني، هو بيان لنطاق وأهداف المشاركين في المشروع، وهو بمثابة مرجعية للإدارة العليا من أجل مستقبل هذا المشروع. أدي تعريفه أنا كاتبه، هو بيان لنطاق وأهداف المشاركين في المشروع، وهو بمثابة مرجعية للإدارة العليا
من اجل مستقبل هذا المشروع. هو ده البروجكت شارت او التعريف بتاعه. طيب الغرض منه ايه؟ انا بوثق ايه فيه؟ او ايه الغرض الاساسي من ميثاق المشروع؟ الغرض الاساسي من ميثاق المشروع هو عملية توثيق. يعني انا بوثق حاجة او بكتبها عقد لازم يتكتب مشروط كل الناس بتبص عليه. طب يعني الغرض منه ايه او هدفه ايه؟ هنشوف. اول نقطة في الغرض من ميثاق المشروع هو توثيق اسباب القيام بالمشروع. انا بعمل المشروع ده ليه؟ اكيد في اسباب. اي مشروع تطوير في الدنيا انا بعمله عشان احسن من حاجه، فبكتب الاسباب بتاعه القيام بالمشروع. انا مش هعمل مشروع تطوير والمكان مش محتاج مشروع تطوير، فانا لازم اكتب العقد. بعد ما بكتب العقد بحط اول حاجه اسباب او الغرض منها ايه؟ اسباب القيام بالمشروع. انا هعمل المشروع ده ليه؟ دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الأهداف والقيود من المشروع. الأهداف والقيود من المشروع أكيد في هدف، وأحط القيود بتاعتي كونسترينز من المشروع، ونشوف هنحقق الهدف ده إزاي وإيه اللي هيعود على المكان من بعد ما منفذ المنهجية بتاعتي في المكان. يبقى النقطة الثانية الأهداف والقيود من المشروع بحطها برضو في البروجكت شارتر. طب النقطة الثالثة توجيهات بشأن الحل. لازم أكتب كومنتس أو توجيهات بشأن الحل اللي أنا هعمله. أنا هعمل إيه؟ أنا إيه اللي هقوم بيه في المكان؟ أنا هوجه مين؟ أو أنا هوجه أنهي قسم عشان يحل المشكلة الفلانية في الحتة دي؟ يبقى لازم احط التوجيهات بتاعت المشروع. أربعة، يحدد الأولوية والأدوار الأدوار والمسؤوليات. يعني أنا دلوقتي مكري التيم، أنا مكري التيم، التيم دوت من كل قسم، واحد من كل قسم، يبقى أنا لازم أحدد أولوية كل واحد إيه؟ ودوره إيه؟ ومسؤوليته إيه؟ والداتا اللي هيجيبها لي إيه؟ يبقى العقد هو اللي بيحكم الموضوع ده، او البروجكت شارتر هو اللي بيحكم الموضوع ده. بحط الاولويات للادوار، الشخص الفلاني هيبقى ماسك الحته الفلانيه وهيجيب الداتا اللي انا قلت له عليها في الميعاد المحدد، لان اي عقد في الدنيا بيبقى ليه ستارت وفينش، وبيبقى ليه سكيدول، وبيبقى ليه بداية العملية هبتدي امتى ونهاية العملية هسلمها امتى للسلطات العليا في المكان. يبقى لازم انا احدد الاولوية للادوار والمسؤوليات بتاع التيم اللي انا كريته. دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة بيحدد سلطة مدير المشروع. يعني يبقى طبعا المشروع بيبقى ليه مدير، وهو بيبقى مكتوب في العقد مدير المشروع كذا، هو بيحدد السلطة بتاعة مدير المشروع. النقطة السادسة والأخيرة تحديد هوية أصحاب المصلحة الرئيسية. أصحاب المصلحة اللي قلنا عليهم قبل كده اللي هم الستيك هولدرز في المكان، الستيك هولدرز بتاع القسم الفلاني، لازم أقعد معاه. أنا بحدد في العقد الناس المعنيين او اصحاب المصلحه اللي انا اتعامل معاهم. يبقى تحديد هويه اصحاب ايه؟ المصلحه الرئيسيه. يبقى البروجكت شارتر باختصار هو، نعيد تاني القصه دي، هو بيان لنطاق واهداف المشاركين في المشروع، وهو بمثابه مرجعيه للاداره العليا. الاداره العليا لما تيجي ترجع للمشروع دوت بتجيب مين؟ بتجيب العقد. يبقى مكتوب فيه الممبرز ومدير المشروع والغرض من المشروع والسكيدول بتاع المشروع والستارت والفينش بتاع المشروع وكل المعلومات.
والاعضاء بتوع المشروع بيتكتب كل ما هو عن مشروع التطوير بيتكتب في البروجكت شارت. وقلنا الست خطوات بتوع الغرض منه، احنا قلنا ان الغرض منه هو توثيق. يعني ايه؟ انا بكتب الحاجات دي، توثيق اسباب القيام بالمشروع، الاهداف والقيود من المشروع، توجيهات بشان الحل، يحدد الاولويه للادوار والمسؤوليات، وبيحدد سلطه مدير المشروع، وتحديد هويه اصحاب المصلحه. طبعا الفورمه اللي بتتعمل بتاعه البروجكت شارتر الافات الفرق، ناس بتكتب العقد بالشكل دوت، وشركات بتكتب العقد بالشكل دوت. فانا يعني ايه، جبت يعني صوره كده مبسطه، وحاولت الم فيها كذا عقد باختصار شديد، والحاجات اللي بتتكتب. فانا هقول لكم دلوقتي شكل لميثاق المشروع. بيتكتب في ميثاق المشروع ايه البيانات بتاعت المشروع، المشروع ده عباره عن ايه وبياناته ايه، وكل ما هو داتا في المشروع بيتكتب في العقد، بس طبعا بايجاز. يبقى العقد دوت مش بيبقى صفحه ولا اتنين، لا، البروجكت شارتر بيبقى عقد يعني ممكن يوصل 30 40 صفحه، حسب ما كل شركه او كل مكان بيعمل العقد بتاعه، حسب المشروع واللي انت هتشرحه فيه او اللي انت هتكتبه فيه. فانا يعني ايه، عملت سمري كده بسيط للايه، لميثاق المشروع. بيتحط في الميثاق دوت بيانات المشروع ايا كانت البيانات. الحاجه النقطه الثانيه، بكتب اعضاء المشروع، اسماء الناس اللي معايا اللي شغاله، اللي انا كريت التيم بتاعي، فبكتب الفلاني الفلاني مسؤول عن الحاجه الفلانيه، الفلاني الفلاني مسؤول عن الحاجه الفلانيه. يعني ايه، بكتب الاعضاء الممبرز بتوعي وبحطهم في الميثاق بتاعي. الحاجه الثانيه، اهداف المشروع، بحط التارجت بتاعي، بحط التارجت بتاعي من المشروع، بحط التارجت بتاعي في المشروع وبكتبه بايجاز. الهدف، انا هعمل المشروع ده ليه، وهظبط ايه، وهعمل ايه، وهحسن ايه. فبكتب الاهداف بتاعتي اللي انا عايز احققها من خلال تنفيذ هذا المشروع. النقطة الثانية، الخطة الزمنية للمشروع. اي مشروع في الدنيا، سواء كان تطوير او مشروع انشائي او مشروع خدمي او مشروع صحي، بيبقى ليه سكيدول تايمينج. السكيدول دوت لازم احطه في المشروع، عشان لما الاداره العليا التوب مانجمنت تيجي تجيب الميثاق تبص هتعرف السكيدول انا عملت الديفاين امتى، وهعمل الميجر امتى، وهعمل الانالايز امتى. فبكتب كل الخطوات بتاعت الدماغ والمواعيد بتاع تنفيذ كل مرحله، هعمل التعريف امتى واخلصه، وبعد كده هقيس امتى، وبعد كده هحلل امتى، وبعد كده هحسن امتى، وبعد كده هعمل الكنترول شارت. يعني بكتب الدماغ كلها وبعمل لها خطه زمنيه للمشروع وبحطها في العقد بتاعي او البروجكت شارت. يبقى الخطه الزمنيه للمشروع، وبعد كده بدايه ونهايه العمليه. يعني انا العمليه اللي انا هقوم بيها هتبتدي امتى، ستارت وفينش. يعني برضو بيبقى اختصار للايه، للي هيبص. التيم هيبتدي مثلا في بدايه العمليه بتاعته بتاعت التطوير النهارده، هيخلص مثلا ايه بعد سنه. فلازم احط البدايه والنهايه، الستارت والفينش. وبعد كده أهمية العملية، إيه أهمية العملية اللي أنا هطورها، مهمة متوسطة، يعني بحدد البريورتي بتاعت العملية. وإذا كان في أكتر من عملية بعمل لها تطوير بكتبهم، وبكتب أهمية كل عملية. بعد كده بكتب المشكلة بتاعت العملية، العملية الفلانية اللي أنا هعملها بريورتي 1 هي مشكلتها 1 2 3، اكتب المشكله. العمليه الثانيه اللي انا هطورها بريورتي 2 او الاهميه متوسطه، انا هحل فيها مشكله كذا كذا كذا. طب العمليه الثالثه فيها مشكله لو، هتبقى بريورتي 3 فيها مشكله كذا كذا. يعني اكتب الاهميه بتاعت العمليات
اللي انا احسنها واعمل المشاكل بتاعت كل عمليه معايا. بعد كده قياس العمليه. العمليه اللي انا احسنها هقيسها بايه؟ ادواتي ايه؟ ايه الادوات المتاحه الموجوده في المكان اللي انا استخدمها عشان اقيس المشاكل، سواء كانت سيستم، حاجات مبرمجه، ادوات مبرمجه زي الاوراكل، زي الشبكات، الحاجات اللي هي بتبقى كسيستم في المكان، او قياس العمليه ده يبقى مانيوال بواسطه تولز، ادوات احنا بنستخدمها، يعني احدد في العقد قياس العمليه هيبقى ازاي. تمام كده؟ يبقى نعيد تاني موضوع ميثاق المشروع ده، اكزامبل كده انا خدته بسيط عن العقود بتاعه مشاريع التطوير وايه اللي بيتكتب فيها. فطبعا بتبقى العقود دي صفحاتها كتير، فانا خدت بايجاز الحاجات اللي بتتحط في البروجكت شارتر، ويعني لخصتها كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، يعني اللي عايز يكتبها ورايا يكتبها دلوقتي، حتى لو في النوتس معاه يكتب الشكل دوت ويكتب الحاجات اللي انا ايه يعني كاتبها دي، هي تعتبر دي يعني 90% من اللي بيتكتب في العقد، في العقود عموما يعني ده اللي انا كاتبه يعتبر ده ملخص ل 90% من اللي بيتكتب في عقود التطوير او في البروجكت شارتر لاي مشروع. قلنا واحد بيانات المشروع للي بيكتب ورايا، اثنين اعضاء المشروع، ثلاثة اهداف المشروع، اربعة الخطة الزمنية للمشروع. بعد كده بداية ونهاية العملية، ابتدي امتى وانهيها امتى، اهمية العملية، الاهمية اذا كانت عالية ولا اللي احنا شرحناه امبارح، عالية متوسطة منخفضة، وحدد البريورتي بتاعتها. مشكلة العملية اشوف مشكلتها ايه واكتبها، لكل لو في عملية هكتبها، لو في اكثر من عملية او عملية تطوير هكتبهم، كل مشكلة ظاهرة هكتبها طبعا بالديتيلز، انت هتكتب في العقد بالديتيلز عشان ده هتبقى مرجعية للتوب مانجمنت، يعني المدير العام هيلجا للبروجكت شارتر، هيجي يبص عليه، ده هو ده ايا كان المعنيين او اصحاب المصلحه اللي من ورا المشروع، ده الاساس، ده اللي الناس كلها بتبص عليه، فلازم تحط ما تحط بتحط بالتفاصيل ديتيلز. مشكله العمليه لو في 100 مشكله بتحطهم، لو في 100 مشكله بتحسنهم بتحطهم، ما ينفعش تكتب في مشكله واحده وتسيب الباقي، يعني ايه بيبقى ده مرجعيه زي مرجع كده. وبعد كده قياس العمليه بقيسها بالتولز اللي معايا، سواء التولز دي مبرمجه يعني داتا مبرمجه، او التولز اللي معايا مانيوال. خلاص ده بالنسبه لايه لميثاق المشروع. تمام؟ طب تمام، الناس كتبت ماشي تمام. نخش بقى في حاجة مهمة جدا بقى، يعني ايه يعني عايز اتكلم عليها بقى شوية كده، يعني قبل ما نبتدي فيها، انا هعمل ريفيجن سريع من البداية. كل النظري ده حاجة، يعني أنا لما باجي بعمل مشروع تطوير، المشروع دوت أنا بركز على نقط مهمة زي ما هفهمكم في نهاية الكورس إزاي بيتعمل مشروع التطوير أو مشروع منهجية السكس سيجما. مشروع منهجية السكس سيجما اللي إحنا قلنا اتفقنا امبارح وقلنا بطبق فيها الديناك،
تعريف، نرجع تاني للباور بوينت عشان تفتكروها. برضو لما الناس تبص في الباور بوينت تفتكر اللي احنا قلنا امبارح شرحناه امبارح. لو قلنا اي مشروع في الدنيا بيتعمل بمنهجيه السكس سيجما بنطبق فيه الدماغ، وعرفنا ان الدماغ هي اختصار الدي اختصار الديفاين، والام اختصار الميجر، والاي اختصار الانالايز، والاي اختصار الامبروف، والسي اختصار الكنترول. في كل مرحلة في الخمسة دول أنا بحط حاجة أو حاجتين، أسلوب أو أداة في كل حاجة في الخمسة. بحط أسلوب أو أداة وأنا شغال عملي بشتغل عليه وبمشي عليه، ما بكتبش نظري، ما بقعدش أقول بقى إعداد بيان مهمة وإعداد فريق وأشرح تعريف. لا، انا باجي في الديفاين وبعمل حاجتين. الجدول اللي احنا عملناه اللي احنا شرحناه في اول محاضره بتاع الانيشال اسيسمنت، اول حاجه بعملها في المشروع حاجتين. ده الشغل العملي بقى اللي انا بقوله اللي اي واحد بروفيشنال بيعمله. بيجي في الديفاين ويقوم عامل الانيشال اسيسمنت بتاع المكان عشان يحدد السيجما ليفل، واشوف المكان بتاعي ده درجه جودته ايه ودرجه السيجما بتاعته ايه. دي اول نقطه، بقوم عامل السامبلز بلمها واحطها في الجدول واكتب الاوبورتيونيتي واحطهم واعمل الكالكوليتور واظبط السيجما ليفل، وبناء على السيجما ليفل ببتدي بقى اشتغل. اول خطوه فعليه عندي هي الديفاين، بعرف المشكله. انا بقى لما اجي اعمل الديفاين اقعد اكتب له بقى نظري واقول له ديفاين بتحدد المشكله وهعمل فريق وهعمل بيان مهمه لا طبعا الكلام ده مش هينفع. فبيبقى في اسلوب زي ما اتفقنا في اول الكورس، او اداه بتلخص ايه اللي انا عايزه في المرحله دي، وبتلم كل اللي انا قلته نظري في المرحله دي. فيعتبر الخطوه الثانيه بعد الانيشال اسيسمنت حاجه اسمها السايت. معلش ايه الترجمه دي؟ ايه ترجمه ايه؟ طب خلي الاسئله بعد اذن حضرتك في نهايه الكورس، لان النهارده المحاضره هتبقى طويله شويه وهقول لكم كل اللي انتم عايزينه، بس اشرح الـ يعني الحاجات دي تعتبر هي مجال الشغل. يعني اللي انا هقوله النهارده ده هو اول حاجه في البروجكت. يعني لما تيجي تعمل بروجكت في اخر الكورس هتعمل لي في البروجكت اللي انا بقوله ده. اول نقطه الانيشال اسيسمنت. النقطه الثانيه بعد ما عملت الانيشال اسيسمنت بخش في الايه، ابتدي بقى اعرف شغل الدماغ. الدماغ بشتغل على الديفاين، هعمل ايه بقى في الديفاين؟ نرجع بقى لمرجوعنا ثاني وهقول لكم هنعمل ايه، ايه الاسلوب او ايه الاداه المستخدمه في الديفاين. انت عايز الترجمه بتاعت الحاجات دي اللي هي الديفاين يعني التعريف، والميجر يعني القياس، والانالايز التحليل، والامبروف التحسين، والكنترول التحكم. هو ده السؤال.
هو ده السؤال اللي كان عايز ترجمة. أستاذ صلاح، أستاذ صلاح، عرفت الترجمة بتاعت الديماك؟ الديفاين تعريف. يعني ايه ترجمة للشرح؟ هنرجع بقى لمرجوعنا تاني في الديفاين، واتفقنا ان الديفاين بيبقى فيه اسلوب بيتحط في البروجكت بتاعي، وهي تعتبر بقى ايه الحاجه العملية اللي انا بحطها، اللي هو يعتبر اي حد بيبص عليه بيعرف ان ده التعريف بتاع الديفاين. ايه هو اللي انا بقوله دوت؟ يعني هي بيبقى ده مرجعيه شامله للايه، للديفاين. كل اللي انا قلته في الديفاين هيتحط في الدياجرام اللي اسمه السايبوك دياجرام. ايه هو السايبوك دياجرام؟ هقول بقى كل حاجه وهقولها انجليش وهقولها ترجمه وهريحكم. السايبوك دياجرام عبارة عن خمس حاجات، اختصار لخمس حاجات. الاس اختصار سبلايرز يعني موردين، والاي اختصار انبوت مدخلات، والبي اختصار بروسيس العملية اللي انا قلت لكم النهاردة في الجروب اعملوا لي البروسيس شرط بتاعتها. وكل يعني في ناس بعتت وفي ناس لسه، يعني كل واحد شغال في مجال يبتدي، كل واحد شغال في مجاله يبتدي يعمل قصه البروسيس فلو شرط اللي انا هستخدمها في السايبوك دايجرام. متهيألي في مجموعه حلوه النهارده بعتت لي طب كان قصدك يعني الشاشه اللي فوق دي؟ في مجموعه حلوه بعتت لي النهارده البروسيس فلو شرط، ناس جميله جدا وعملته حلو قوي والله ينور عليهم. ويعتبر البروسيس فلو شرط اللي هي الاوبورتيونيتي اللي احنا درسناها الاول، بس احنا كنا بنحطها في جدول، لا بقى انا عايزها في دياجرام، وهقول لكم ليه انا طلبتها في دياجرام عشان هنحطها في السايبوك. هحط البروسيس بتاع كل العمليه في السايبوك. يعني انا لما اجي اشرح الديفاين واقول لك اعمل لي المشروع النهائي بقى على الخمس حاجات بتوع الديماك، هتيجي تعمل لي المنظر الجميل ده في السايبوك دياجرام، ولا هتكتب اي كلمه نظر، ولا هتقول لي اي حاجه عرض، ولا هتكتب لي اي حاجه من الشرح ده عشان تبقى فاهم. الشغل العملي هتقوم عامل السايبوك، اكتب لي السايبوك دياجرام وهشرح كل نقطه بتتعمل ازاي في السايبوك. اللي هيبص في البروجكت وهيبص على السايبوك هيعرف كل حاجة في الديفاين. اللي هيبص في البروجكت سواء من اللي فاهم واللي مش فاهم كورس، هيقرا السايبوك دياجرام هيعرف كل حاجة قلناها في الديفاين، وهو ده الأسلوب بتاع البروجكت بالنسبة للديفاين. يعني يعتبر ده هو تاني خطوه بعد الانيشال اسسمنت اللي بيتحط في البروجكت. حط الانيشال اسسمنت تعرف درجه السيجما ليفل. النقطه الثانيه بعمل السايبوك دايجرام، بلم المشروع كله بالديفاين في النقطتين دول، الانيشال اسسمنت اعرف السيجما ليفل بتاعتي انا فين
انا فين من السيجما ليفل، بناء عليه ببتدي اعمل السايبوك دايجرام. قلنا السايبوك دايجرام الاس السبلايرز، الاي الانبوت المدخلات، البي البروسيس فلوشر اللي انا طلبتها منكم النهارده على الجروبين، وقلت كل واحد يرسم لي البروسيس فلوشر. عايز البروسيس فلوشر، كل واحد رسم البروسيس فلوشر النهارده هيقوم حاططها لي كده في النص، يجي كده في الحته اللي هي في النص تحت بروسيس العمليه، ويقوم حاطط البروسيس فلوشر بتاعه شغله في المكان ده. سهله، انا مش طالب حاجه ثانيه. خلي بالكم السايبوك ده انا هطلبه هوم ورك الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. كل واحد يعمل السايبوك في مجال عمله مهم. من هنا بقى الشغل، من السايبوك دايجرام هو الشغل العملي وشغل وشغل البروجكت، يعني يعتبر ده الشغل اللي بيجيب فلوس. هنحط البروسيس فلو دايجرام اللي هو بتاع كل مرحله اللي انت شغال بيها. نقطة ثالثة الاوتبوت، النقطة الرابعة آسف الاوتبوت المخرجات، وهقول بعد كده بيتعمل ازاي. ايه المخرجات دي؟ هنحط ايه في المخرجات دي؟ انا هديكوا داتا تحطوها ثابتة لكل لأي مشروع، سواء خدمي او صحي او صناعي او تجاري. هديكوا داتا النهارده باذن الله تتحط في السايبوك شامله، شامله لكل مشروع طبعا، مع اضافه الايه العملاء اللي انت بتتعامل معاهم. وهنقول كل ده دلوقتي، يا ريت كل الناس تبقى مركزه معايا النهارده بالذات، لان دي هي تعتبر البدايه الحقيقيه للديماك، ويعتبر السايبوك هو الاسلوب المنتشر الديفاين في اي بروجكت عملي. يبقى انا الخطوه الرابعه عندي الاوتبوتس اللي هي اختصار او في السايبوك فوق، تمام. الخطوه الاخيره الكاستومرز اللي هي السي، اختصار السي. انا كاتب ليه 1 2 3 يعني هنقول ليه دلوقتي. يعني انت بترص هنا او بتكتب هنا الموردين بتوعك والمدخلات بتاعتك والعمليه بتاعتك وكل حاجه ايه. نرجع للبروسيس اللي في النص تاني زي ما اتفقت معاك، وهنكتب كل المراحل بتاعتي، هنكتب كل المراحل ايه اللي انا قلت لكم عليها النهارده اللي هي البروسيس فلوشر. عرفتوا ليه بقى انا طلبت النهارده على الجروب كل واحد يكتب البروسيس فلوشر اللي في مجال عمله عشان احطها داخل السايبوك، عشان احط البروسيس بتاعتي داخل السايبوك. فاللي هيبص عندك في السايبوك هيعرف كل المراحل اللي انت شغال عليها. فهمت بقى؟ يبقى السايبوك هيلم او هيعرف، هيعمل ديفاين شامل لكل ما احنا درسناه من اول الكورس لغايه دلوقتي في الدياجرام الجميل ده. طيب نبتدي نشرح كل خطوه في الخمسه بتتعمل ازاي. وكل الناس ارجوكوا كل الناس النهارده تكتب ورايا، لان الكلام ده مش مشروح في الباوربوينت اللي انا هقوله ده، اللي انا هتكلم فيه دلوقتي مش مشروح في الباوربوينت ده، بيبقى في دماغي الكلام، بيبقى في دماغي وما ينفعش احطه في الباوربوينت. نشرح السبلاير اللي هم الموردين. انا عندي السبلاير نوعين، اكسترنال وانترنال. نكتب بقى كده السبلايرز نوعين، اكسترنال خارجيين وانترنال داخليين، ماشي. هنكتب الاكسترنال اللي هم الموردين اللي انا بتعامل معاهم من بره. انا عندي نوعين من الموردين، اول نوع اللي هو اللوكال ماركت،
اول نوع اللي هو اللوكال ماركت اللي هو السوق المحلي بتاعي. اديني بترجم اهو، اللوكال ماركت موردين اللوكال ماركت المحليين. النوع الثاني الاكسترنال ماركت. يبقى انا عندي نوعين في الاكسترنال في السبلاير، لوكال واكسترنال ماركت، لوكال ماركت واكسترنال ماركت. يبقى ده الحاجه الاولى اللي هي في السبلاير الاكسترنال. يبقى الاكسترنال في السبلاير بينقسم الى نوعين، لوكال ماركت واكسترنال ماركت. الناس كتبت؟ يعني اللي كتب يكتب لي على الشات كتب كده عشان احس اللي ايه، انا مش هقدر اشغل الميكروفونات. يعني اللي كتب اللي بيكتب ورايا يكتب على الشات. احنا بنكتب يا هندسه او نعم او تمام او اي حاجه عشان افهم اللي الناس معايا. تمام. يبقى تاني الاسلوب العالمي او الدولي او اللي معترف بيه في اي مرجع، في الاي كيو اف او اي مرجع في الاس كيو، في الديفاين بروبلم السايبوك دياجرام. ده الاسلوب اللي الناس كلها لما بتيجي تعمل مشروع لمنهجيه السكس سيجما وبتعرف الديفاين بتحط السايبوك دياجرام. طب السايبوك دياجرام بيتعمل فيه ايه او بيتكتب فيه ايه؟ خمس حاجات: السبلايرز، الانبوت، البروسيس فلو شارت، الاوتبوت، الكاستمرز. طب السبلايرز نوعين، اكسترنال وانترنال. هنشرح الاول الاكسترنال. الاكسترنال اللي هم اللوكال ماركت والاكسترنال ماركت. تمام. نخش على النوع الثاني اللي هم الانترنال اللي هم الامبولايز الامبولي ورك ان بروسيس. الامبوليز ورك ان بروسيس اللي هم الموظفين اللي بيشغلين على العمليه. كتبتوها؟ الانترنال الامبلويز ورك اون بروسيس. الامبلويز ورك اون بروسيس اللي هم الموظفين اللي شغالين ايه؟ على البروسيس. يبقى انا كده شرحت السبلاير. يبقى السبلايرز بيتكتب فيها ايه؟ حاجتين، اكسترنال اللي هم اللوكال ماركت والاكسترنال ماركت، الانترنال اللي هم الامبلويز ورك ان بروسيس الموظفين اللي شغاله ايه؟ على العمليه. كتبته؟ تمام. نشرح النقطة الثانية اللي هي الانبوت المدخلات اللي هو الاختصار اي انبوت. يبقى السايبوك بياخد من كل واحد من الخمسة دول اول حرف. سايبوك سبلاير، انبوت اي، بي بروسيس، او اوتبوت، سي كاستمر. ايه هي الانبوت اللي انا بحطها في المدخلات بتاعتي اللي هي 1 2 3 زي ما انا كاتب كده؟ بحط ايه؟ برضو بينقسموا لنوعين، تانجبل وانتانجبل. التانجبل اللي هو الملموس، المدخل الملموس اللي انا بقدر المسه او اللي انا بشوفه او اللي انا بمسكه، حاجه ملموسه. الانتنجبل اللي هو الغير الملموس. طب ايه يا باشمهندس اسامه اللي انت بتقوله ده؟ احنا مش فاهمين. ايه الانبوتس اللي انا احطها هنا؟ ايه تنجبل وايه انتنجبل؟ ايه الملموس وايه غير الملموس؟ هقول لكم.
التانجبل الملموس، البروسيس اللي انت شايفها بعينيك وتقدر تمسكها، موبايل، كمبيوتر، ازاز، ورق، ايا كانت البروسيس، ميه، ايا كانت البروسيس اللي انت شايفها ملموسه. طيب الانتانجبل اللي هي الغير الملموسه زي الباور، زي الايفورت، زي النولج، طاقه انت مش شايفها، باور، كهرباء مش شايفها بس بحطها، الايفورت، المجهود، المجهود بتاع الوركرز، المجهود بتاع الناس اللي شغاله على العمليه بتحط، النولج، المعلومات. يبقى دي حاجات غير ملموسه انتانجبل بتحطها في المدخلات. حلو، كتبته. كتبت ورايا؟ الموظفين طبعا بيعتبروا من الموردين. الموظفين بيعتبروا انترنال طبعا. الموظف ده يعتبر مورد. انت ساعات بتورد عمالة المكان. اللي كاتب في السؤال يعني الموظفين يعتبروا جزء من السبلاير؟ طبعا. طبعا. الموظفين طبعا جزء من السبلايرز. تمام؟ اللي كان بيسأل سؤال استاذ اشرف فتحي. استاذ اشرف فتحي معايا؟ الموظفين بيعتبروا سبلايرز يا استاذ اشرف. انت مش ساعات بيطلب منك توريد عماله في اي مكان؟ تعتبر سبلاير، انت بتورد عماله، فموظف في المكان. تيجي عماله مؤقته كده وتشتغل موظفي. نرجع تاني لمرجوعنا، ممكن نخلي حضرتك اي سؤال هقول لك، هجاوب على كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله، ما تقلقوش، وكلكم هتفهموا وكلكم هتطبقوا السايبوك ان شاء الله. بعد محاضره النهارده واللي الناس هتفهم السايبوك دايجرام هتبقى انت كده لميت كل الديفاين اللي انا شرحته، شويه النظر الحلو، كل اللي انا قلته نظري ده يبتدي يتطبق عمل هنا، وهو ده المهم. ده اللي انا بقى يعني الحاجات المهمه انا بقول عليها مهمه، والحاجات النظري اللي انا بقولها نظري اللي اي حد يقدر يفهمها فبنقولها برضه وبنقول عليها مهمه، بس ما يعني ايه مش زي يعني دي ذو اهميه اعلى. زي العمليات كده ما بعمل لها بريورتي وقلت دي عاليه ومنخفضه ومتوسطه، السايبوك هاي هاي امبورتنس. يعني السايبوك ده من الحاجات المهمه جدا 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 في الميثودولوجي. طيب يبقى نعيد تاني اللي ما كتبش معانا السايبوك دايجرام. انا هقعد اعيد وازيد فيه ليه؟ عشان اضمن اللي الناس كلها كتبت، الحاجه الثانيه اضمن اللي الناس فهمت اللي انا بقوله، ثالثا هو ده الشغل. يعني هو ده يعتبر اول البروجكت بتاعي بعد الانيشال اسيسمنت. شفتوا الانيشال اسيسمنت انا شرحتها في اول محاضره وثاني محاضره وثالث محاضره، قعدت اعيد فيها كل مره كل مره راجع فيها، يعني عارف اللي هي مهمه وبتستخدم. السايبوك برضو كده، فقلنا السبلايرز، الموردين، اكسترنال وانترنال. الاكسترنال اللوكال ماركت والاكسترنال ماركت. الانترنال اللي هم الامبولي ورك ان بروسيس، الموظفين اللي شغالين على العمليه. الانبوت المدخلات، بحط التانجبل الملموسه والانتانجبل الغير ملموسه. قلنا الملموسه الحاجات اللي بتتمسك، العمليات اللي بتتمسك بالايد وتربى الايد، زي ايا كان ازاز، ايا كان حديد، ايا كان ورق، ايا كان كمبيوتر، ايا كان العمليه اللي بتتصنع قدام، ميه، ايا كان، ايا كان حاجه ملموسه ده التانجبل. الحاجه الغير ملموسه زي الباور والايفورت والنولج، دي حاجات كلها غير ملموسه انا ما بشوفهاش، بس ايه مدخلات فبضطر ان انا احطها. تمام؟ تمام. هنخش على البروسيس. طبعا المعدات
بتاعت الشركه مدخلات، مش يعني اللي كاتب الطاقه الكهربائيه دي، اللي كاتب الطاقه الكهربائيه دي انتانجبل. تمام يا استاذ احمد؟ استاذ احمد، الطاقه الكهربائيه غير ملموسه، انتانجبل. ماشي يا استاذ احمد، الطاقه الكهربائيه تعتبر باور صح؟ انتانجبل. طيب السؤال الثاني اللي كاتب المعدات دي تانجبل طبعا، يعني معده يا حاجه ملموسه وبتخش في البروسس، ده اساسي، ده اساسي. المعدات دي طبعا يعني حاجه ملموسه وبتساعد في المكن، المعدات ده مكن، او المكن ده هو اللي بيعمل البروسس، فطبعا ده ملموس، فبحطه في الانبوت. تمام، اللي كان بيسأل عن المعدات استاذ صلاح سرحان. تمام يا استاذ صلاح، عشان اخش على النقطه اللي بعدها. تمام، الحاجه الثالثه اللي هي مهمه جدا اللي انا طلبتها النهارده من كل الناس، عرفتوا بيه انا طلبت النهارده على جروب السوق البروسيس فلو شارت، كل واحد عمل البروسس فلو شارت بتاع مجال شغله يحطه تحت البروسس، يحطه كده زي ما هو كده بالطول بنفس الدايجرام، وهشرح لكم دلوقتي امثله على منها يعني ان شاء الله بعد ما نشرح الصيف. خلاص، يبقى البروسس التمرين اللي انا اديته النهارده الصبح على الجروبين جي 1 وجي 2، كل واحد عمل البروسيس بتاعته في دايجرام يحطها هنا. عرفتوا ليه انا طلبتها في دايجرام؟ الاستاذ اشرف فتحي عملها يعني الله ينور، كتب كل حاجه بس حطها في جدول اكسل، فمش هينفع انا احط جدول اكسل في السايبك، لازم يتحط في دايجرام بلوكات كده بتدي بعضيها، ده بيسلم ده وده بيسلم ده وده بيسلم ده. تمام يا استاذ اشرف، حضرتك سألت بعت لي الحاجة وأنا قلت لحضرتك هنعملها في دايجرام. طيب، يبقى التمرين اللي أنا اديته النهارده الصبح على الجروبين اللي هو البروسيس فلو شارت هيتحط هنا تحت العملية بتاعت كل واحد شغال في مجاله. أنا هعمل مراحلي والبروسيس فلو شارت بتاعتي، هجيب الدياجرام وايه؟ واحطه في السايبوك تحت ايه؟ تحت البروسيس. طيب، نبتدي بقى ان شاء الله نخش على النقطة الرابعة، مهمة جدا، وكل الناس بقى تركز معايا في الاوتبوت عشان في ناس كتير بتتلخفن في الموضوع ده. فاكرين في اول الكورس لما قلت اي عمليه بيخش فيها انبوت يطلع اوتبوت، بدخل اللي هي المحكومه والغير محكومه بيطلع اوتبوت، المنتج او الخدمه او النشاط، فاكرين؟ طيب الاوتبوت بتاعتي مش شرط اللي هي تطلع منتج جيد او مش معيب، يعني ممكن الاوتبوت بتاعتي تطلع معيبه او اعيدها تاني اعمل لها ريورك عشان احسن المشكله فيها، فانا لازم احط الريورك. الجود الجيد احطه جود. طيب ده بالنسبه، طب لو سكراب لو باظت خالص مش هعمل لها ولا جيد ولا ريورك، احطها سكراب. طب في ناس دلوقتي هتقول لي يا هندسه احنا شغالين في الصحه وشغالين في الخدمات وشغالين في البنوك وشغالين، انت ايه سكراب ده، احنا مش صناعيين. اقول لهم هتحط الجود والريورك، لان انت بتعمل مخرج يا
يعني اللي شغال خدمي بتعمل مخرج جيد، وساعات بتعمل مخرج بتعيده يعتبر ريورك، حط الريورك بالنسبه للناس اللي شغاله في الصناعه والتجاره والبترول والحاجات اللي فيها بروسس كتير. لو في سكراب هتحط السكراب. يبقى ثلاث نقط مهمين جدا هقولهم في الاوتبوت، نكتب بقى كده مع بعض. الاوتبوتس بتاعتي اللي هي ايه؟ المخرجات. النقطة الأولى جود، يعني منتج جيد هيتباع. النقطة الثانية منتج اتعاد، يعني أنا عملته بس عدته تاني، عملت له حاجة اسمها ري وورك، إعادة تشغيل. المنتج ده اللي أنا عملت له إعادة تشغيل، أو المعلومة أو البيان اللي أنا صلحتها أو عملت لها إعادة تشغيل، أحطها في الأوتبوت. ما تحطليش المنتج الجيد وبس، انا لازم السمري بتاع السايبوك دياجرام التوب مانجمنت لما يبص عليه هيفهم انا عرفت المشكله بتاعت الدماغ ازاي، وايه الستبس اللي انا مشيت عليها. يبقى المنتج او الخدمه الجيده اللي طلعت مخرج احطها باسمها جود، تحت اسم جود اكتب جود، وحاطط المنتجات بتاعتي والبيانات بتاعتي تحتيها، وهقول لكم في المثال اللي انا شرحه بعد كده. دلوقتي الريورك، الخدمه او المنتج اللي انا عدتها عشان احلها اعيد ليها شغل تاني، احطها تحت بند الريورك اعاده تشغيل. طب السكراب بالنسبه لنا حاجه بقى باظت خالص، ولا تنفع جود ولا ينفع اعمل لها ريورك، هتترمي خلاص. سكراب باظت خالص هتتباع خرده، احطها تحت بند السكراب. تمام، انا عايز الناس كده تتفاعل معايا كده. الناس بتكتب ورايا. الناس بتكتب ورايا، حتى اللي بيكتب كده يقول لي انا بكتب يا هندسه ولا يعني اعيد حاجه. طيب اي حد في الجروبين او معايا دلوقتي اونلاين مش فاهم حاجه يقول لي، هقف واشرح ارجوكم. اي حد مش فاهم حاجه في السايبوك دياجرام يقول لي. ليه؟ ليه انا مهتم بالسايبوك دياجرام؟ هو الاساس، هو اساس السكس سيجما، البدايه، التعريف، هو اساس الديفاين. كل الناس فاهمه انا بعمل ايه وبقول ايه؟ طيب هنبتدي نخش نعيد تاني الاوتبوت، نعيد تاني الاوتبوت. تتحط تحت مجال السكراب. يعني استاذ شريف اسر بيقول لي في سكراب ناتج عن العمليه عشان المكابس مثلا مش شغاله كويس ولا خرج. هتيجي تحت بند السكراب في الاوتبوت وتكتب العمليات اللي باظت. لازم تقولها، لازم تسردها، لازم تتقال. يبقى الجود المنتج الجيد هتكتب تحت جود المنتجات الجيده. ايه الريورك اللي اتعمل له اعاده تشغيل؟ هتكتب تحت الريورك اتعمل له اعاده تشغيل. ايه اللي باظ بقى خالص؟ نتيجه مكنه، نتيجه عوامل جويه، نتيجه سوء تخزين، نتيجه ايا كان السبب، ده بقى سكراب. هتقول له حتى لو بقى جود. بعد استاذ اشرف فتحي بيقول بعد اعاده التاهيل المنتج اللي هو ريورك هيبقى جود. بس انا الجود ده بكتبه من اول ستيج اللي هي اول مرحله. اللي بيتعمل له ريورك بكتبه ريورك عشان ده ايه؟ فلوس وتكلفه.
يعني فلوس وتكلفه، وانا ما حسنت وانا ما عملتلوش ريورك في نفس اللحظه. معلش انا عملت له ريورك بمجهود مني تاني ماشي وبفلوس، ما هو الوقت ده بيتحول لفلوس، يبقى انا لازم احطه. خلاص كده يا استاذ اشرف فهمت النقطه دي، نقطه جميله. يبقى الريورك بحدده ريورك، حتى لو بقى كويس ما اكتبوش في الجود. الجود اللي هو المرحله طلع سليم من اول نقطه، يعني من اول حاجه. الريورك طبعا وقت وفلوس، بحط تحت ريورك. السكراب ايا كان بقى، السكراب ده نتيجه صيانه، نتيجه مكنه، نتيجه باد ويزر، نتيجه سوء تخزين، نتيجه اي حاجه باظ، بحطه تحت السكراب. ما بقولش اسباب الفعل الاكشوال عندي سكراب. خلاص لما اجي اتناقش بقى سكراب ليه؟ لما اجي اتناقش مع التوب مانجمنت ده بقى سكراب ليه؟ هقول له ليه؟ انا هبقى فاهم برضه ليه؟ نتيجه المكنه، نتيجه العوامل الجويه، نتيجه سوء التخزين، نتيجه ايا كانت النتيجه. بس لازم في السايبوك تكتب ديتيلز. جود، احط المنتجات الجيده، ريورك اتعمل اعاده شغل تاني، احطها تحت الريورك حتى لو بقى جيد بعد الريورك، بس احطها تحت الريورك عشان ده وقت وفلوس. السكراب ايا كانت السكراب، نتيجه مكنه، نتيجه باد ويزر، نتيجه ايا كان السبب، ايا كان الروت كوز بتاعه، بحطه تحت السكراب لان شغل هيترمي. هيجي بقى التوب مانجمنت يقول لك طب ده ارميه ليه؟ هتقول له انت بقى ده باظ عشان كذا كذا كذا، وابتدي بقى تتناقش معاه وتتكلم معاه. ايوه زي ما استاذ شريف ياسر اهو، زي طبيعه العمليه. تمام، اللي بيحصل بتحطه. يعني الحاجه اللي بتحصل انا بحطها الفعلي، تاخد الاكشن. المنتج طلع من اول مره سليم، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش عيوب، ما فيهوش اي حاجه، هيتباع، يبقى تحتي جود. اكتب جود ورص تحتي الاوت جود. طيب المنتج طلع بس في ايه حاجه كده، ايه عملت لها اعاده تشغيل، سواء بقى المنتج ده او خدمه او ايا كان، بحطها تحت الريورد. المنتج باظ خالص، مش هينفع اعمل له ريورك وخلاص بقى هيترمي، ما ينفعش اشتغل عليه تاني، بحطه تحت السكراب. بس الخدميه ما فيش سكراب، الخدمات هيبقى جود وريورك بس. في شغل الخدمات هيبقى النقطتين الاولانيين بس، الجود والريورك. انما السكراب ده للناس اللي هي ايه؟ شغاله في الصناعه. تمام. هنبتدي نخش الكاستمر. الكاستمر انا يعني ايه عايزين نقولها بسرعه عشان الوقت، ولسه هندي امثله. الكاستمر عندي نوعين شغال عليهم او بكتبهم في الكاستمر. العملاء الاكسترنال، عملاء خارج المكان. العملاء خارج المكان، انا شغال في شركه، شغال في مكتب خدمي، شغال في مستشفى، في عملاء جايين لي من بره بسميهم الاكسترنال، عملاء خارجيين. بكتب اساميهم كلهم بالاسم، عميل فلاني، عميل فلاني، عميل شركه كذا، عميل شركه كذا، عميل شركه كذا. ان شاء الله لو 100 عميل بكتبهم تحت العملاء. ده في الاكسترنال، يبقى اكتب كده اكسترنال واقوم راصص ايه؟ العملاء تحت بعضيها 1 2 3 وقت ما اخلص كل العملاء بدون. طيب جميل جدا. الانترنال بقى النقطه الثانيه، الانترنال زي ما اتكلمنا كده في السبلايرز اكسترنال وانترنال، هنا برضو في العملاء هيبقى اكسترنال وانترنال. طب مين هم الانترنال بتوعي؟ الانترنال بتوعي اللي هو ديبارتمنت كيو سي كنترول اللي بيستلم مني،
الشخص اللي بيستلم مني سواء جودة، قسم جودة، سواء شخص بيستلم مني عميل داخل المكان، راجل موثوق فيه زي الجودة، زي الإنتاج، أيا كان الشخص اللي بيستلم. يبقى نكتب كده النقطة دي. الاكسترنال العملاء الخارجيين، الخارجيين عن المكان، يعني اللي هم بيتعاملوا من بره مع المكان بس هم من بره المكان. الانترنال اللي هم شغالين جوه المكان. اديت مثال زي ديبارتمنت كيو سي كنترول اللي هو قسم الجوده. ده داخل المكان بس بيستلم مني الشغلانه، فده يعتبر ايه؟ عميل. مهندس الجوده اللي انا بسلمه الشغل يعتبر عميل بس انترنال. او الشخص اللي بيستلم مني داخل المكان ممكن ما يكونش مهندس جوده، ممكن يكون مخزنجي يستلم مني شغل، ممكن يكون راجل مكتب فني ياخد مني معلومه، فده يعتبر انترنال. انا بسلمه حاجه بس هو زميلي في المكان بس يعتبر ايه؟ كاستمر. فهمت النقطه دي؟ اللي ما فهمش النقطه دي يكتب لي على الشات اعيدها. كاتب ايه؟ استاذ اشرف فتحي المنتظر اعاده تشغيل وقطع غيار وتراكن لغايه ما يتوفر المطلوب. لا، مركون طالما ما بقاش منتج سليم، طالما ما بقاش منتج جد يعتبر سكراب. هو مركون دلوقتي لغايه لما ربنا يفك اسره. هو مركون، انا مش مستفيد منه زي السكراب، خرده مركون. لو اتعمل له ريورك واشتغل هيبقى تحت الريورك، ما اتعملوش ريورك ومركون ولسه منتظر اللي هم يفكروا او يعملوا له ريورك، ده احطه تحت السكرير، انا ما استفادش منه، مش استفاد منه، مركون. وصلت يا استاذ اشرف؟ الصيانه بتقدم الخدمه للانتاج. مش فاهم يعني ايه؟ موضوعنا ده دخل في موضوعنا في ايه؟ الكاستمر. في حد عايز يشرح الكاستمر تاني؟ طيب نشرح الكاستمر تاني. الكاستمر نوعين، اكسترنال اللي هم العملاء اللي خارج المكان، بس ردهم واكتبهم تحت البند بتاع الكاستمر زي ما انتم شايفين كده. كم عميل؟ 10 20 30 ايا كان عددهم بكتبهم. عميل فلان الفلاني شركه كذا، عميل فلان الفلاني شركه كذا، عميل كذا. بكتب الكاستمرز بتوعي في المكان. ده الاكسترنال. طب الانترنال اللي هم من داخل المكان اللي بيستلموا مني الشغل زي قسم الجودة مثلا أو الشخص اللي أنا بسلمه الشغلانة. بس هي ده هو ده الكاستمر. الاستشاري ومالك المشروع. طيب الاستشاري ده بيجي يستلم مني الشغل يعتبر إيه؟ خارج المكان استرن، صح؟ استرن. المالك بقى صاحب المكان اللي كاتب السؤال اللي هو استاذ صلاح سرحان مالك المشروع، ده يعتبر انترنال. انا بسلمه الشغلانه عشان هو بيبيعها وياخد فلوسها، ده يعتبر انترنال بس يعتبر كاستمر. تمام يا استاذ صلاح؟ يبقى الاستشاري ده اكسترنال، ده مش شغال معايا. الانترنال اللي هو يعتبر كل ما هو في المكان بيستلم شغل. خلوا بقى الاسئله ان شاء الله. احنا كده ايه؟ خلصنا السايبر. نقول بسرعه تاني وندي مثالين ان شاء الله وكيس ستادي هنفهم اكتر الكلام ده. يبقى السايبر دايجرام سبلايرز، اول نقطه اللي هي اختصار اس السايبر، وقلنا السبلايرز نقطتين اكسترنال وانترنال. الاكسترنال اللي هم اللوكال ماركت والاكسترنال ماركت، الانترنال اللي هم الامبلايز
ورك اون بروسيس، الموظفين اللي شغالين ايه على العمليه، والانبوتس بتاعتي التانجبل الملموسه والانتانجبل الغير الملموسه. الملموسه اي شيء بيتمسك، اي عمليه بتتمسك. الغير الملموسه زي الباور والايفورت والنوليدج والكتريكال ايا كان، ده الغير ملموسه. والبروسيس فلو شارت، التمرين اللي احنا خدناه النهارده هنحطه في البروسيس فلو شارت، ايا كانت المراحل اللي احنا بنشتغل فيها هنحطها تحت البروسيس فلو شارت. الاوتبوت المخرجات، عندي ثلاث انواع من المخرجات، الجود نسرده، الريورك نسرده، السكراب نسرده. وفهمنا ازاي الكاستومرز نوعين، اكسترنال اللي هم خارج المكان اللي بيتعاملوا معانا بنكتبهم بالاسم، حتى لو 100 عميل بكتبهم. الانترنال اللي هم من داخل المكان وبكتبهم، سواء كان قسم الجوده او ان كان او ايا كان الشخص اللي بيستلم مني البروسيس. كده شرحت السايبر. نبتدي بقى ندي ايه كيس ستادي على الموضوع ده. انا مدي اهو رسمه جميله للسايبر فوق، بنقول ان السايبر اختصار سبلاير وانبوت وبروسيس واوتبوت وكاستمر، وان وعامل على البروسيس. الناس اللي كانت اللي انا طلبت منها النهارده الصبح البروسيس فلو شارت، انا مدي اهو بروسيس فلو شارت، ده بالنسبه للعمل انا يعني البروسيس بتاعتي ريسيف رو ماتيريال بريبريشن اسمبلي ويل. يعني ايه؟ يعني كل واحد بقى يحط لي البروسيس زي ما هو حاططها كده، كل واحد البروسيس بتاعته في مجال عمله او في مكان دراسته او في ايا كان مجاله يحطه لي هنا تحت الايه؟ البروسيس. يبقى انتوا تاني اللي ما عملش البروسيس التمرين، في تمرينين، اللي ما عملش البروسيس فلو شارت النهارده يعمله، بس يعمله في دايجرام زي ما انا ما عمله كده، زي ما انا ما عمله. ده يدي ده، ده يدي ده، ده يدي ده. عشان السايبوك لازم دياجرام. السايبوك لغه، اللغه بتاعت اي سيكس سيجما زي ما اتكلمنا قبل كده، هي شغل اساليب وادوات احصائيه، هي اساليب وادوات احصائيه. فالسايبوك اسلوب، فما ينفعش ان انا يعني ايه احطه وورد، لازم ارسم له دياجرام ويتحط دياجرام زي ما عملنا الدياجرام اللي فات ده كده. وهقول لكم في دياجرام تاني دلوقتي اشرحه لكم ان شاء الله، هديكم سليم كمان النهارده. يبقى اللي ما عملش البروسيس فلو شارت يبتدي يعملها. طب ادي مثال اهو للسايبوك دياجرام. هنقول المثال، انا جايب مثال بسيط لفنجان قهوة، بيكنج كافي. معايا كلكم؟ كله بقى يركز معايا في الاكزامبل ده. اهو اللي قال لي محتاجين مثال كامل. المثال اهو يا استاذ ايمن. المثال اهو يا استاذ ايمن. انا دلوقتي فنجان القهوة او اللي انا بعمله دوت يعتبر بروسس مش بصنعه. فدلوقتي السبلاير بتوعي مين؟ مين الموردين؟ انا واحد من الموردين، عشان انا بجيب القهوه بشتريها او بدفع فلوسها. والكورنر شوب، المحل اللي في الزاويه اللي هناك دوت اللي انا بشتري منه الايه؟ القهوه. فنجان القهوه. يبقى انا السبلاير بتوعي نوعين، انا او انت او ايا كان اللي بيشتري، ومين الكورنر شوب. انا بدي مثال لاي حد في البيت يعني. مثال بسيط بس هتفهم منه يعني ايه السايبوك بيتكلم عن ايه. طيب ده بالنسبه للسبلاير. فهمتوا كده السبلاير في المثال؟ فهمتوا السبلاير في المثال؟ تمام. طب الانبوت ايه؟ الانبوت بتاعي الكاتل، الووتر، الكافي، المج، كل ده الملموس. صح ولا غلط؟ كل ده التانجبل بتاعي. التانجبل بتاعي في الانبوت، احنا قلنا الانبوت التانجبل والانتانجبل،
التانجبل اللي هو الكاتل والووتر والكافي والمج. طب والانتانجبل الالكتريكال، مش ملموسه بس انبوت، بس انبوت. اللي فاهم يكتب، اللي مش فاهم يقول لي عيد، واللي فاهم يقول لي تمام عشيت. قبل ما اخش على حاجه جديده او النقطه الثانيه في المثال، يبقى انا قلنا السبلاير، انا يعتبر سبلاير اهو، مش انا بشتري الكافي القهوه خام، ومين يعتبر سبلاير اللي بيورد لي الكافي؟ المحل، كورنر شوب. طيب الانبوت الحاجات الملموسه والغير ملموسه، التانجبل زي الكاتل والووتر والكافي والمج، الغير ملموس الالكتريكال، البروسيس عملها تحت الميكنج كوفي. اول حاجه بويل ووتر، ميه مغليه. ثاني حاجه الاد كافي تو مج، انا بضيف الكافي للمج، بكتب العمليه بتاعتي. طيب النقطه اللي بعد كده اد بويلنج ووتر، بضيف الميه المغليه، ايه بضيف الميه المغليه في المج. تمام، يبقى اول حاجه الميه المغليه، بعد كده بحط الكوفي في المج، بعد كده بضيف الميه المغليه، بعد كده الخدمه السيرف بشيله وبقدمه للي انا هقدمه له، سواء كان ده ايا كان اللي انا هقدمه. فهمتوا؟ فهمتوا البروسيس بتاعت الكافي؟ متهيألي سهله جدا، انا جايب مثال من اسفل الامثله، بس مثال سهل وهيفهمك السايبك. خلاص، يبقى نقول تاني المثال بتاع الميكنج كوفي. اول حاجه السبلاير يو والكورنر شوب، الانبوت الكاتل والووتر والكافي والمج والالكتريكال، الاربعه اللي فوق دول اللي هم التانجبل، الالكتريكال الانتانجبل، البروسيس بتاعتي اللي انا بحللها من البدايه لغايه لما توصل خدمه اللي هو الميكنج كافي، البويل ووتر والادي كافي تو ماج والادي بويلنج ووتر والسيرف، الخدمه. الاوتبوت بقى بتاعي ايه؟ المخرج بتاعي الماج بتاع الكافي، كوبايه ماج كده تمام محترمه فيها النسكافيه، هي دي الاوتبوت. طب انت الكاستمر بتاعك مين؟ العميل اللي انت بتقدم له كوبايه الكافي، الوايف، زوجاتي مثلا، ابني، ايا كان بقى اللي انت بتقدم له، ضيف عندك اللي كان بيسال عايز مثال يا هندسه. فهمت كده فين اللي كان محتاج مثال كيس ستادي؟ هديك مثال، عايزين ممكن الاعاده، ايه المثال اللي عايز ممكن الاعاده ده؟ استاذ عمر حازم عايز الاعاده، ايه للسايبر كله ولا للمثال؟ تمام، متهيألي واضح، أنا جايب مثال سهل عشان كل اللي على الجروبين يقدروا يفهموا، وكل واحد عايزه يعمل السايبر في مجال عمله بقى. وروني الشغل بقى، ما هو ده الشغل اللي أنت هتقدمه للتوب مانجمنت عندك وهتوصل بيه. عشان نبقى فاهمين، يعني هو ده الشغل اللي بيجيب فلوس. مقدم، اعمل سايبوك، بعرف فين المشكله، وببتدي احدد الخمس نقط في السايبوك، وابتدي احط مراحل العمليات بتاعتي في البروسيس. لما بتيجي تقدم السايبوك دوت لمديرك ولا للمسؤولين ولا للستيك هولدرز عندك، خلاص يعني هو الراجل ده فاهم، هيبتدي يتناقش معاك، هتدي مجال للمناقشه وتبتدي تتكلمه. انا عندي كذا وعندي كذا وعايز اعرف كذا وعايز اعمل كذا وعايز اسوي كذا، والعملاء اللي عندي كذا والانبوتس اللي عندي كذا، هتبتدي ايه الدنيا تتفهم، وتبتدي تطلع وارائك وتتناقش مع حد في ارائك. هو اول حاجه عندنا في الديفاين بعد الانيشال اسسمنت السايبك.
ندي مثال تاني للسايبوك في مجال عملي انا بقى، في مجال الصناعه مثلا. السايبوك المثال ده انا اللي عامله، ده كان مشروع بتاعي في البلاك بيلت، في اللين، في البلاك بيلت لما امتحنت دولي طبعا في البلاك بيلت. لازم اعمل مشروع وبقدمه للاي كيو اف. المشروع ده خد مني وقت، والحمد لله يعني نجحت في المشروع وخدت درجة امتياز فيه الحمد لله، وبفضل الدكتور اللي كان معانا، وبفضل الله وبفضل الدكتور أحمد، والكلام ده كان من فترة يعني. فده كان المشروع بتاعي بتاع في البلاك بيل، وكنت عامل حاجه تقريبيا في جرين بيلت برضه، كان في مشروع التخرج بتاع الجرين، كنت عامل برضه حاجه يعني ايه زي دي تقريبا. طيب انا حطيت السايبوك هنا في مجال عملي، انا شغال في الانشاءات الحديديه، في الانشاءات الحديديه، في مجال الانشاءات الحديديه. فحطيت عندي هنا اهو السبلاير الاكسترنال بتاعي، لوكال ماركت والاكسترنال ماركت، ادي النقطتين اللي انا قلت لكم عليهم. الانترنال اللي هم الموظفين اللي شغالين على عملي، الامبلويز ورك ان بروسس، تمام. ده السبلاير. الانبوت التانجبل، طبعا انا عشان شغال في الانشاءات الحديديه فبدخل رو ماتيريال حديد، فبحطه في الملموس، يبقى كتبت تحت الملموس في التانجبل رو ماتيريال. طيب الان تانجبل كتبت الباور والافورت والنولج زي ما قلت لكم، خلاص. البروسيس حطيت فيها البروسيس هي كلها ايه، من اول ريسيف رو ماتيريال بريبريشن اسمبلي ويلدنج فيجوال، حطيت المراحل بتاعه التصنيع بتاعتي. البروسيس تتحط كامله حتى لو 100 مرحله، حتى لو 50 مرحله، البدايه والنهايه، البدايه والنهايه لازم البروسيس تتحط كامله. ما هو انا بقى متشرح بالظبط، انا يعني انا هنا كاتب مثال يعني، هو ده كان المشروع. وانا لما اللي بيقول لي مواد اللحام مش مذكوره ليه، انا هنا مدي مثال، انما انت لما تشوف عندي بقى في انا يعني هنا مدي سناب شوت كده لمثال، انما انت لما تشوف عندي، هو انا مش كاتب هنا اسماء العملاء اهو، احنا بنتعامل معانا 100 عميل، انا ما مش كاتب ال 100 ليه؟ كتبت هنا في الكاستمر 1 2 3 4، انا مدي مثال. طب والاوتبوت انا كاتب هنا جود وريورك وسكراب، وانا حاطط الجود العمليات اسمائها ايه، ولا الريورك ايه، ولا السكراب ايه، رغم ان هو فيه، فاهم؟ بس انا مدي هنا يعني مثال او حاجه تمشي انت عليها بقى، يعني منهج تمشي عليه، انما انا مش كاتب هنا تفاصيل، ممنوع ان انا اكتب تفاصيل طبعا، مش هينفع اكتب تفاصيل. اللي كان بيسال بيقول لي هندسه مواد النحاس، ايوه انت فاهم صح، ايوه تحط كل حاجه، مواد اللحام وسلك اللحام وكل ما هو مستخدم في العمليه، صح انت صح. بس انا هنا بدي مثال لايا كان الشخص اللي شغال، تمام. طيب الاوتبوت اهو الجود، هتحط بقى تسرد بقى الفعل بقى، تكتب بقى كل اللي شغال صح، كل المنتجات اللي ايه اللي طلعت صح، والريورد اللي اتعمل لها اعاده تشغيل، واللي باظت، وهنا الكاستمر تكتب كل الاكسترنال اللي عندك، والانترنال بتكتب ديبارتمنت، تمام كده. الناس النهارده فهمت السايبوك، النهارده خدنا نص ساعه فوق وقتنا كده. الناس النهارده فهمت السايبوك،
وفهمت السايبر بيتعمل ازاي، تمام؟ حد عنده سؤال؟ الله يخليك، الله يخليك، شرح كويس يعني. الله يخليك، شكرا لذوقك، شكرا لذوقك، شكرا لذوقك استاذ نبيل، شكرا لذوقك استاذ هشام، الله يخليك، تسلم تسلم تسلم، تشكر لذوقك. السيد همام بكتب ايه؟ مش فاهم. الله يخليك استاذ عبد الرحمن، الله يخليك، اللي مش فاهم يقول لي بس، عشان انا يعني انا هطلب الهوم وورك خلال الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله لغايه الجمعه الجايه. انا عايز التمرينين، البروسيس فلو شارت اللي بيتحط جوه السايبوك لوحده ده يتبعت لي، وسايبوك بقى في مجال عملك بقى ايا كان بقى. انا متهيألي كل الناس دلوقتي فاهمه تكتب ايه في السايبوك، تمام؟ الله يخليكم جميعا، الله يخليك، شكرا شكرا استاذ حسان، شكرا ليكم، شكرا ليكم، شكرا. مهندس عمرو ان شاء الله بقى نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، ونكمل باقي الكورس بتاعنا ونخش على مرحلة جديدة في الدماغ هي النجر الأسبوع الجاي إن شاء الله. أي حد عنده سؤال؟ أي حد عنده سؤال؟ السلام عليكم.